هذا الاصرار. انت سائل بين نجوم سابقين شنو رايكم وشنو الفرق؟ يسال دائما. شو يقولوا لك؟ اللاعبين يعني قريبين عليه اسالهم. شو يجاوبوك؟ يقولوا الاستقرار اهم شيء بالفريق. حلو. ايه. استقرارك بالفريق اهم شيء. زين. يعني ما تحياتنا للكابتن محمد قاصد، يعني دائما انا اتواصل وياه. يقول استقرارك بالفريق، استقر بفريقك احسن. طيب طول الصوره الاخرى. ليما قلت لك افضل لاعب بالعراق، بس حظ ما عنده. مشكله والله. حظ قدامه ان شاء الله. ان شاء الله نسال الله اني يوفقه. تدربيه بدا ملاكم مو لاعب كره قدم؟ ادربي كل شيء اعرف. هم جربها وياك؟ لا ما يقدر. كتله ها؟ لا ما يقدر. هو ما يعني علاقتنا انا وياه تختلف. الله يدوم ان شاء الله. تحياتنا لك. الصوره الاخرى. ابو حسين علاوي ها؟ يعني دائما احب هم اسمع منه النصيحه. علاوي ينصحك؟ اي دائما. شو يقول لك؟ يعني انا وياه بالبطوله مال اسيا، يعني دائما قريب علي وينصحني ويحكي وياي. يعني اهتم بتمرينك ومن هذا الحكي يعني. يعني دائما هو يعني اكو لاعبين هم تحياتنا لهم، جلال حسن، احمد ابراهيم. تحياتنا لهم. يعني دائما اللاعبين الشباب هم نحسهم قدوه لنا بالمنتخب. يحتضنوكم بالمنتخب. اي يعني زين. قدوه للاعب الشباب.